لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مساء الخيرات. قصتنا لليوم هي قصة شخص اسمه روبرت أندرو. روبرت كان عنده كل شيء ممكن يتمنى الواحد في الحياة. كان عنده وظيفة براتب عالي جدا في وكالة إعلانات، كان عنده الكثير من الأصدقاء، كان عنده عائلة جميلة جدا كان يحكي عنها أنها هي مصدر قوته، وكان أيضا شخص متدين ويعمل لخدمة الكنيسة. لكن للأسف كان شيء واحد فقط مش حلو بحياته، وهي زوجته اللي كان اسمها بريندا، لأنها كانت تحب الفلوس والمال أكثر ما تحبه هو وتحب عائلته. قبل ما نبدأ في تفاصيل هاي القصة، خلينا نشوف مجموعة من الصور لمسرح الجريمة وللعائلة، وبعدين ندخل في تفاصيل. نشوف القصة. بدت قبل عيد الشكر بيومين. روبرت خلص دوامه عادي وفي طريقه للمنزل، حكى تليفون مع صديقه، حكى له انه هو رايح يجيب اولاده، عنده اولاد اثنين، حتى يمضوا اجازة عيد الشكر عند والديه. ولما وصل البيت وانهى مكالمته مع صديقه وصف سيارته في مدخل البيت، ما دخلها الجراج لأنه مش ناوي يمضي وقت طويل في البيت، على أساس أنه زوجته مجهز الأولاد. وهنا زوجته طلبت منه أنه يدخل الجراج عشان يشغل لها سخان المي، لأنه يبدو أنه طفى فجأة. وفعلا دخل الزوج للجراج وبلش يشتغل في السخان، وفجأة صار في فوضى وأشياء غريبة جدا، وصار في إطلاق نار على الزوج. وعلى طول الزوجة اتصلت على 911 وخبرتهم بالموضوع. على طول وصل فريق من رجال الشرطة وفريق من رجال الإسعاف لمنطقة الحادث، وهون حصلوا الزوج اللي عمره 43 عام روبرت متوفي نتيجة إصابته برصاصتين في مكانين مختلفين من جسمه، الجهة اليمنى والجهة اليسرى من الجسم. وهنا صار عندهم فكرة مبدئية أنه ممكن يكون أكثر من شخص اللي شارك في عملية إطلاق النار، لأنه الرصاصات جاي من اتجاهات مختلفة. الزوجة بريندا كانت مصابة برصاصة واحدة فقط في أعلى ذراعها الأيسر، يبدو أنها إصابة خفيفة، دخلت وبعدين استقرت في حائط الجراج. تم نقل بريندا للمستشفى طبعا، وانتبه رجال الشرطة لشغلة مهمة، انه وجدوا نوعين من الرصاصات الفارغة داخل الجراج، وبالتالي استخدم سلاحين. بس نسمع مكالمة بريندا ل 911 وبعدين نكمل قصتنا. I've been shot. My husband's been shot. Okay. You and your husband have both been shot? Yes. Yes. Who shot you? I don't know. I don't know. They had on black masks. I don't know. زي ما سمعنا من مكالمة بريندا ل 911، تحكي فيها أنه شخصين مقنعين دخلوا الجراج وبلشوا يطلقوا الرصاص عليهم، وهي ما بتعرفهم لأنهم كانوا مقنعين. الزوج يبدو أنه لما أطلقت عليه الرصاص الأولى كان في كيس في مجموعة من العبوات المعدنية، علب كولا وإلى آخره، حاول يستخدم هالكيس كدرع يدافع فيه عن نفسه، لكن للأسف ما جاب نتيجة وقتل على طول. بالنسبة للأولاد، الأولاد كانوا موجودين في غرفهم وما أصابهم أي أذى. وهون رجال الشرطة على طول بلشوا يفكروا أنه روبرت هو المقصود بعملية القتل مش زوجته، وتم قتله كأنها عملية إعدام، وبالتالي هو الهدف الأساسي لكل هاي العملية. بالمناسبة هالنوع من الجرائم غير معروف أبدا في مدينة أوكلاهوما، اللي هو الإعدام بهالطريقة. أهل المدينة كانوا في حالة صدمة حقيقية، خصوصا أنه الزوجين أول شيء من الطريقة، وبعدين لأنه الزوجين كان معروف عنهم أنهم أشخاص مسالمين، روبرت وبريندا. الزوج كان يعمل في أعمال تبشيرية في أمريكا الجنوبية وشخص نشيط في الكنيسة. الزوجة أيضا كانت تعمل في مدارس الأحد كمدرسة يعني، وبالتالي ليش بدهم يكونوا شخصين زي هيك مستهدفين من قبل مجموعات مسلحة أو إلى آخره.
أيضا وصل لرجال التحقيق معلومة بتحكي إنه روبرت قبل وفاته بشهر اتصل على 911 وخبرهم إنه في شخص ما تلاعب في بريك السيارة، وهو توقع إنه في شخص يحاول قتله. وصلتهم معلومة بتحكي إنه بعد ما خرب بريك السيارة هو راح عادي يصلح بريك سيارته، لكن تلقى مكالمة غريبة جدا. المكالمة من شخص مجهول بتحكي له إنه لازم يروح على المستشفى لأنه زوجته تعرضت لحادث وهي في حالة سيئة جدا في المستشفى، ولازم يروح بسرعة لأنها بحاجته وبدها تكون بجانبه. وهون خطر على بال روبرت إنه يكون هالشخص اللي خرب بريك سيارته هو نفس الشخص اللي بتصل وبده إياه يروح، وبريك السيارة خربان يروح بسرعة عشان يعمل حادث. فاتصل على المستشفى روبرت وفعلا وصلوا أو عرف إنه زوجته مش في المستشفى. وهون تأكد روبرت إنه في شخص ما يحاول قتله، لكن ما عرف مين هو هالشخص. خلال التحقيق صارت شغلة مهمة جدا عرف فيها رجال الشرطة، اللي هي إنه كان في منزل مجاور لمنزل روبرت، جيران يعني، كانوا في رحلة خارج المدينة، ولما رجعوا على بيتهم حصلوا أشياء غريبة داخل البيت. صاحبة البيت بتحكي إنها حصلت رف معين كانت تحط عليه الأحذية داخل الخزانة. هم عندهم غرفة معينة بيكونوا حاطين فيها زي خزانة وأحذية وإلى آخره. حصلت رف في هاي الخزانة مكسور، وما كان مكسور لما هي تركت البيت. وهنا قررت تفتش البيت كامل، وحصلت في واحدة من غرف النوم رصاصة فارغة، وهون على طول اتصلت على رجال الشرطة. ولما وصلوا رجال الشرطة أخذوا هاي الرصاصة أول شيء، وبعدين فتشوا المنزل ووجدوا أيضا كمان طلقتين موجودين في الأتيك. الأتيك هي زي منحكي إحنا السدة، زي غرفة بتكون فوق المنزل بيحطوا فيها الأشياء. كمان حصلوا رصاصتين، الرصاصة الأولى طلعت من بندقية عيار 16 وهي نفس السلاح اللي استخدم في قتل أو السيد روبرت. وكمان حصلوا طلقتين في العلية أو الأتيك، كمان هدول الرصاصتين كانوا من عيار 22، مسدس عيار 22، وهو نفس المسدس اللي استخدم في حادث عائلة روبرت. وبالتالي وصلوا لنتيجة إنه القاتل كان موجود في هالمنزل خلال فترة الحادث. يعني المحققين حكوا إنه هو القتلة أو الأشخاص اللي أطلقوا الرصاص على مستر روبرت، أطلقوا الرصاص على مستر روبرت وبريندا وهربوا وتخبوا في هالمنزل. معناته أنه إما أنهم أشخاص محترفين جدا واستطاعوا أنهم يفتحوا الباب بدون أي مشاكل لأنه ما كان يبدو كسر على باب الجيران، أو أنه عندهم مفتاح المنزل وتخبوا فيه. لغاية الآن رجال الشرطة ما عندهم أي دليل، وهون بدوا يبحثوا عن شيء مهم وهو الدافع لهذه الجريمة. مين عنده دافع أنه يقتل روبرت؟ مين هو المستفيد الأكبر من مقتل روبرت أو وفاته؟ والأصدقاء كلهم حكوا أنه الشخص الوحيد الممكن يستفيد من وفاة روبرت هو الزوجة بريندا. ليش؟ لأنه أصلا زواجهم كان في مشاكل كثير، كان ينفصلوا عن بعض فترات معينة، وكان في عندهم مشاكل كبيرة في زواجهم. بالإضافة لهيك كانت بريندا على علاقة غرامية مع أحد الأشخاص وبعلم زوجها طبعا، وهو شخص يعمل في التأمين اسمه بابات، عمره 48 عام. وهالشخص تخيلوا هو اللي كان زي مندوب التأمين اللي عمل لهم بوليس التأمين على حياته للزوج بقيمة 800 ألف دولار. وبافات كمان كان يشتغل مع بريندا في مدارس الأحد، وعلاقتهم كان يعرف فيها عدد كبير من الناس اللي حواليهم، حتى أولادها بريندا كانوا يعرفوا بهاي العلاقة. وبيحكوا إنه زوجها طلب منها تنهي علاقتها مع بافات لكن هي رفضت، وهنا قدمت بأوراق الطلاق، يعني طلبت الطلاق لما زوجها طلب منها إنها تنهي علاقتها الغرامية ببافات.
وكردة فعل الزوج غير وثيقة التأمين، هو كان عامل وثيقة تأمين تكون هي المستفيدة منها بقيمة 800 ألف دولار، على طول غير وثيقة التأمين لصالح أخوه بحيث يكون أخوه هو المستفيد، لأنه راح يكون وصي على أولاده، كانوا أولاده صغار، بشرط أنه طبعا لما يكبروا تروح التأمين قيمة التأمين لهم في حالة وفاة الوالد. لكن لما رجال الشرطة بحثوا عن وثيقة التأمين هاي، رجعوا شافوا شيء غريب، إنها رجعت المستفيدة من وثيقة التأمين هي بريندا، وبالتالي هون صار عندهم شكوك كبيرة إنه بريندا لها علاقة بوفاة زوجها. على طول استعانوا بخبير في التوقيع، هذا الخبير بيحلل نمط التوقيع وطريقة الحروف وإلى آخره، وبيستطيع يثبت إذا كان في تزوير أو لا. الخبير درس توقيع روبرت على مدى 13 عام تقريبا، كان عنده 130 توقيع، ولاحظ أنه توقيع روبرت يتغير على مدى السنوات، لكن آخر فترة من فترات حياته كان عنده شكل مميز على شكل سمكة معينة، هي رمز ديني لأنه روبرت كان متدين ورجل كنيسة. لاحظ أنه في آخر توقيع كان موجود هالرمز اللي على شكل سمكة في كل تواقيعه الرسمية، لكن لما راحوا لبوليسة التأمين ما حصلوا هالرمز على التوقيع، وبالتالي التوقيع غير صحيح. كمان ملاحظة تانية، إنه روبرت لما بوقع بالاسم الثاني إله أندرو بيشبك حرف ال N مع حرف ال D، ولما شافوا التوقيع اللي على وثيقة التأمين حرف ال N ما كان مشبوك مع حرف ال D، وبالتالي هنا الخبير حكى إنه في تزوير، لكن مين اللي زور الوثيقة ما حد بيعرف. المحققين فكروا بطريقة إنه هي حتستفيد من التأمين، وهو مبلغ مش بسيط 800 ألف دولار، فهي عندها الدافع. حبيبها اللي هو بافات، جون بافات، هو الشخص المسؤول عن وثيقة التأمين، هو مندوب التأمين، وبالتالي هو عنده الفرصة إنه يزور وثيقة التأمين هو وياها مع سوا، وهون حطوا الشخصين كمشتبه فيهم في هاي الحادثة. وبما إنه بريندا هلا هي مشتبه فيه، رجعوا يدرسوا الصور اللي اطلاق الرصاص او الجرح اللي كان على ايدها وقت اطلاق الرصاص، وانتبهوا لنقطة سوداء حوالين منطقة الجرح، وهاي دليل على انه تم اطلاق الرصاص عن مسافة قريبة جدا، تقريبا 2 انش فقط مش اكثر. وهي كانت تدعي انه شخص ما اطلق عليها الرصاص من مسافة 10 ل 15 قدم. رجال التحقيق عرفوا هون انه هي إلها علاقة بمقتل زوجها، بس هل هي اللي اطلقت الرصاص ولا كان في اشخاص اخرين معها؟ هون رجعوا يدرس الملابس اللي كانت لابسيتها ليلة الحادث، بعتوها على المختبر وجابوا خبير في بقع الدم حتى يدرسها، والخبير حكى انه البقع الموجودة على بنطلون الجينز اللي كانت هي لابسيته يتناسب مع فكرة انه هي قطرات من الدم نزلت من ايدها بسبب الجاذبية، يعني الجاذبية بتجذب نقاط الدم للأسفل وبتشكل نمط بقع معين، وبالتالي فعلا هاي البقع اللي نازلة هي نازلة من إيدها. ولما فحصوا الدم كان فعلا هو دم بريندا مش دم زوجها، لكن على نفس بنطلون الجينز حصلوا بعض بقع الدماء الغريبة، كانت تحت الركبة بشوي وداخلة في الأنسجة عميقا، وهاي اللي أثارت شكوك المحققين. رجال الأدلة الجنائية بيحكوا إنه هالنمط من بقع الدم، أو خبير الدم حكى إنه هالنمط من بقع الدماء يتشكل من اندفاع قوي للدم نتيجة إصابة معينة، يعني نتيجة إطلاق الرصاص، اندفاع قوي، انتثر الدم بهالطريقة وتشكلت بقعة من الدماء على بنطلون الجينز اللي هي لابسيته. ولما فحصوا بقع الدماء هاي طلعت هي فعلا عملوا لها دي ان ايه هو دم روبرت ومش دمها، وبالتالي هي كانت قريبة جدا من زوجها لما قتل، وهنا صارت شكوكهم اكبر واكبر في انه هي كان لها علاقة بدون نقاش في مقتل زوجها. يعني ممكن هي حتى تكون اللي اطلقت النار على زوجها، مش خلت اشخاص اخرين، لانه هي قريبة جدا من زوجها حسب رأي خبير بقع الدماء. المدعي العام بيعتقد أنه بريندا خططت لقتل زوجها لعدة شهور، أول شيء زورت التوقيع على وثيقة التأمين حتى تكون هي المستفيدة من قيمة التأمين،
ثاني شيء حاولت تقتله أول مرة عن طريق التلاعب في بريكات السيارة واللي الاتصال على الزوج، وكانت مفترضة أنه هو حيجي بسرعة على المستشفى ويصير معه حادث في الطريق ويموت، لكن ما نجحت هاي الخطة. بعد هيك قررت أنها تقتله عن طريق سلاح ناري، وهنا كانت خطتها أنه لما يجي يأخذ الأولاد، هي طبعا مع بافاد، لما يجي زوجها يأخذ الأولاد يكون بافات متخبي داخل الجراج ورا سيارة معينة، وتطلب من زوجها أنه يصلح لها أو يشغل لها السخان المائي، وهنا على طول يطلق عليه بافات الرصاص. وفعلا زي ما كانوا مخططين، لما سمعوا صوت سيارته، كانوا موجودين في الجراج، لما سمعوا صوت سيارته اتخبى بافات ورا واحدة من السيارات اللي موجودة في الجراج وبدوا عمليتهم. دخل روبرت متوقع انه يشوف الاولاد، لكن هي حكت له انه يصلح لها او يشغل لها السخان حتى تجهز الاولاد، وعلى طول بس بلش هو يصلح بالسخان او يشغل السخان طلع بافات من ورا السيارة واطلق عليه الرصاصة الاولى. بعد هيك اعطى البندقية لبريندا، وبريندا هي اللي اطلقت الرصاصة الثانية. فتخيلوا منظر الزوج، اكيد كان شايف انه زوجته وعشيقها هم اللي بيقتلوا. هنا بقع من الدماء وصلت لبنطلون الجينز اللي كانت لابسيته زوجها، لأنها ما كانت بعيدة عنه أبدا زي ما هي ادعت. بعدين استخدم مسدس ثاني حتى يطلق هو بافات، استخدم مسدس وأطلق رصاصة على إيد بريندا حتى يظهروا أنه كانت هي أيضا مستهدفة في الهجوم. أطلق عليها الرصاص بطريقة سطحية جدا، يبدو أنها فردت إيديها بطريقة معينة، وهو أطلق الرصاص بحيث تكون الإصابة خفيفة وما يأذيها. بعد هيك اتصلت على الشرطة، وزي ما سمعت مكالمتها كانت باردة جدا جدا، وادعت أنه في شخصين مقنعين هاجموا زوجها وهاجموها في الجراج وأطلقوا عليهم الرصاص. أعطت مفتاح المنزل، لأنه كانت هي تحتفظ بمفتاح منزل الجيران، كانوا حاطين مفتاحهم عند بريندا عشان تشيك على البيت من وقت لآخر. أعطت المفتاح لبافات وراحت خبى في منزل الجيران حتى انتهى تفتيش مسرح الجريمة وكل شيء صار تمام. تقريبا أمضى يومين بيحكوا المحققين في البيت، وبعد هيك طلع من بيت الجيران ولا كأنه صار في شيء. ما عثروا أبدا على سلاح الجريمة، لكن عثروا على وصل يدل على أنه بافات اشترى سلاح عيار 22، مسدس عيار 22 باستخدام كريدت كارد من أحد محلات بيع الأسلحة الموجودة في المدينة، وبالتالي السلاح إله. تم توجيه تهمة القتل لبريندا وبافات، قتل من الدرجة الأولى، وحكموا كل شخص لوحده. اللي تحاكم أول هو بافات وحكم عليه بالإعدام لأنه وجد مذنب بجريمة قتل من الدرجة الأولى. بالنسبة لبريندا في محاكمتها حكى المدعي العام أنها هي شخصية مختلة نفسيا وأنها إنسانة بدون رحمة، وحتى يأخذ حكم قاسي جدا عليها عرض مجموعة من الصور على هيئة المحلفين اللي هي صور رحلة بريندا مع عشيقها إلى المكسيك مع أولادها. تخيلوا هي ما زالت متزوجة، أخذت أولادها في رحلة هي وعشيقها على المكسيك، وكانت هاي الصور لها أثر مخيف على هيئة المحلفين. كمان عرضوا تسجيل صوتي لمكالمات على الأنسر ماشين، جهاز الأنسر ماشين في بيت روبرت. في بريندا في هاي المكالمات بتهين زوجها وبتحكي عنه أنه هو أب غير صالح وما بيعرف يربي أولاده إلى آخره. بالإضافة لذلك حصلوا تسجيل لمكالمة بين روبرت ووالدة بريندا، بيحكي فيها روبرت أنه الحياة صارت مع بريندا مستحيلة، وأنها هي ما بتحبني، وأنها بتحب المال أكثر شيء في الحياة. كل هاي الأشياء، صور الرحلة مع التسجيلات الصوتية، كان لها أثر قوي جدا على هيئة المحلفين، ووجدوها مذنبة بجريمة قتل من الدرجة الأولى، وحكم عليها أيضا هي بالإعدام. وهي السيدة الوحيدة اللي كانت على في انتظار الإعدام في مدينة أوكلاهوما. كانت هاي قصتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم، وياريت لو عجبتكم لايك واشتراك في القناة.